السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج كنوز مصرية. هنتكلم النهاردة عن مواهب، وهي معانا كمان مداخلة تليفونية من الدكتور السيد محمد السلاوي، استشار نساء وتوليد، الزمالة المصرية للنساء والتوليد، البرد العربي للولادة، أمراض النساء والتوليد، ماجستير النساء والتوليد. الدكتور ده هيفهمنا، وهنتكلم النهاردة عن حاجات كتير قوي تخص المرأة. هنتكلم عن تأخير الحمل والإجهاض المتكرر، وهنتكلم كمان عن مشاكل المبيضة، وهنتكلم عن حاجات كتير قوي تفيد المرأة في حلقتنا النهاردة. كمان هيبقى معانا موهبة شابة هنعرضها في آخر الحلقة، ده بيشجع الشباب إن هم يستمروا في حلمهم. الدكتور السيد محمد السلاوي هيكلمنا النهاردة عن حاجات تخص المرأة المصرية أو عامة. معانا دلوقتي مداخلة من الدكتور السيد محمد السلاوي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير، حضرتك طيبة إن شاء الله. حضرتك طيب، يا أهلا وسهلا. قولي يا دكتور، عايزين نعرف منك أو تكلمنا عن تأخر الإنجاب. والله تأخر الإنجاب دلوقتي مشكلة بتفرق معظم الأزواج، وخصوصا بتكون الأزواج مستعجلين شوية على الإنجاب بعد الجواز على طول، بعدها بشهرين 3 شهور. طبعا ده حاجة خاطئة، لأن تعريف تأخر الإنجاب اللي هو عدم القدرة على الإنجاب في خلال سنة، طبعا بدون استخدام أي مانع للحمل، ومع انتظام العلاقة الجنسية بين الزوجين بصفة مستمرة. ففي خلال سنة، يعني نبدأ نقول ندور على الإنجاب بعد سنة بالضبط. يعني حضرتك بتنصح الأزواج ما يتجهوش لأي دكتور إلا بعد ما يعدي سنة من زواجهم. سنة، إلا لو كان في طبعا حاجات ممكن قبل كده، يعني لو كانت الست مثلا فوق ال 35 سنة، دي بنكون بعد 6 شهور بنبدا ندور بقى ايه سبب عدم الانجاب. والحاجه الثانيه لو كان في مشكله معلومه قبل الزواج عند الزوج او الزوجه، بنبدا طبعا ما ننتظرش سنه. يعني مثلا الزوجه مثلا كان عندها مشاكل في المبيضين، عندها تكيس المبيض عارفه بيها، كان عندها كيس، عمليه كيس على المبيض، او الزوجه عنده مشاكل مثلا كان عنده خصيه معلقه وعمل لها عمليه، او عنده مشاكل في السائل المنوي عارف في قبل الزواج، او عنده مشكله في الجماع نفسه. ده بيأثر على السن يا دكتور ولا ليه سن معين؟ لا طبعا، احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بننتظر سنه في الامور الطبيعيه. تمام. لكن لو السن فوق 35 سنه، دي طبعا بيكون التبويض عندها ممكن يكون ضعيف شويه، فبنضطر نعمل هرمون هرمون تخزين المبيض، نشوف مخزون المبيض عند الست دي كويس ولا لا. فما ننتظرش سنه، بنكون قبل 6 شهور، بعد 6 شهور من الزواج على طول. لو الست فوق 35 سنه او في مشكله عند الزوج او الزوجه، لو ما فيش اي مشكله والست اقل من 35 سنه، لا ما نروحش خالص ندور على تاخر الانجاب الا بعد سنه بالضبط من الزواج. تمام يا دكتور. طب ايه هي اسباب تاخر الانجاب عند الست او عند الراجل؟ والله هي في مشاكل كتير جدا ممكن تؤدي الى تاخر الانجاب. بالنسبه احنا كل دوره شهريه نسبه الحمل المتوقع بتاعها 18%، ده لو الراجل والست الاثنين كويس. تمام. اسباب تاخر الانجاب لو عند الست ممكن يكون مثلا اسباب المبيض، مثلا اضطراب الهرمونات، نسال الست الدوره منتظمه ولا لا، نعمل سونار نشوف عندها مثلا، ممكن يكون عندها متلازمه تكيس المبيض، ممكن يكون عندها مشاكل في قناه الثالوث فيها التصاقات، ممكن يكون في مشاكل في الرحم نفسه. طبعا مشاكل الرحم كثيره، ممكن حاجات تكون مولوده بيها تشوهات خلقيه، رحم طفيلي، رحم ذو قرنين، في حاجه في منطقه الرحم، في حاجات طبعا بيكون مثلا عامله عمليات في الرحم او كده، في ورم بيجي او اي حاجه تاثر على عدم الانجاب. في طبعا في مشاكل في الغشاء البروتوني زي بطانه الرحم المهاجره، دي طبعا سبب كبير جدا ممكن يعمل تاخر الانجاب. طبعا دي بتعرف عن طريق المنظار. في برضه مشاكل بالنسبه للزوج، طبعا الزوج ده ثلث الاسباب بالظبط، يعني تقريبا 40% 35 40% من الاسباب يكون
سببها الزوج. طبعا الزوج لازم نعرف عن طريق تحليل الدائره المنوي. طبعا ما بنتعملش مره واحده، يعني ما بنحكمش عليه مره واحده نقول ده عنده مشكله في هي السبب في تاخر الميل. بنكرر مثلا التحليل من مرتين او ثلاث مرات. طبعا التحليل بيوضح كل حاجه من حيث العدد والحركه طبعا واللزوجه والتشوهات. والعدد لازم يكون اكثر من 15 مليون، ولازم طبعا التحليل يتعمل في مراكز تحليل معتمده ومشي طبقا لل WHO كرايتيريا. طيب طبعا افرض لو الزوج دلوقتي تحليله كلها تحليل سلمانه كويس والزوجه تحليلها كويسه، هل ما كده مفيش مشكله من تاخر انجاب؟ اه في 10% من الاسباب تاخر انجاب غير معلوم بالسبب بدون اي سبب، تحليل الزوجه كويس وتحليل الزوجه كويسه والطبيب كويس، لكن اسمه انكتبين بانفرتيليتي اللي هو تاخر انجاب غير معلوم بالسبب. طبعا دي بيكون علاجه عن طريق وسائل الاخطاب المساعد ده حال المكان. تمام يا دكتور. طب عايزين نعرف ايه اسباب تكيسات المبايض؟ والله تكيس المبايض ده مشكله كبيره جدا، يعني تقريبا كده 25% من الستات عموما بيكون عندهم تكيس المبايض. ما يا دكتور احنا مش عايزين حضرتك تخضهم، احنا عايزين حضرتك يعني ما تخفف ما عنهم. هي حاجه بسيطه، انا بوضح ان تكيس المبايض حاجه شائعه. ايوه حضرتك وضح. يعني اما واحده تعرف ان عندها تكيس المبايض ما تقلقش، لان معظم الناس عندها تكيس المبايض، يعني واحده من كل اربع ستات عندها تكيس المبايض. تمام. فمتلازمه تكيس المبايض دي طبعا الست بتكتشف اعراض معينه عندها، تعرف ان هي عندها تكيس المبايض. الاعراض اللي ممكن تشتكي منها الست مثلا زياده هرمون الذكور، بيكون في شعر مثلا في اماكن غير مرغوب فيها ظاهر عندها، بيكون في حب شباب مثلا ظاهر في وشها، الدوره الشهريه بتكون عندها غير منتظمه، يعني الدورة الشهرية المفروض غير منتظمة. أنا مش أنا أخرت يوم يومين تقول الدورة غير منتظمة، لا، الدورة الشهرية الطبيعي بتكون من 21 يوم أو ممكن توصل لغاية 35 يوم. طب إيه هي المفروض لما تكون مش منتظمة تعرف إزاي الست بقى؟ يعني إيه الأيام اللي تعرفها الست؟ ما هي الدورة لو قلت عن 21 يوم يعني بكام يوم تقريباً؟ أقل من 21 يوم، يعني جات لها كل 15 يوم، كل 17 يوم. يبقى دي أسباب. أو اتأخرت غير شهرين مثلا عليه. تمام. أو تيجي في الشهر مرتين، أو تيجي شهر مرتين الشهر بعد ما تجيش. تمام. ونحكم عليها من ثلاث دورات متكررة. الحاجة الثانية برضه في الأعراض اللي بتظهر على متلازمة تكيس المبايض زيادة الوزن. تلاقي الست الوزن بيزيد عندها نتيجة لمعدل استجابة الجسم لهرمون الأنسولين بيقل عندها. فبالتالي بيقل معدل الحرق. وبالتالي بيحصل زيادة للوزن. طبعا تشخيص تكيس المبايض دي حاجه يعني بسيطه خالص، بتكون عن طريق الاعراض اللي احنا قلناها دلوقتي. يعني لو في ست وزنها زاد، كانت مثلا في حدود 80 وعادت 110، وبعدين هي مخلفه قبل كده وزوجها كمان مخلف قبل كده، هم يعني كانت منفصله وتزوجت، وبعدين تحمل وتجهض يعني على مرتين يحصل لها اجهاض، وراحت عملت تحليل والدكتور قال لها لا مفيش اي مشكله في التحليل تماما، ايه بقى يبقى نوع او سبب عدم ثبات الجنين، او ايه اللي بسبب الاجهاض المتكرر؟ طيب مشاكل الاجهاض المتكرر دي بتكون كتيره جدا. انا بس هنتهي من جزئيه تكيس المبيض، بتكون تشخيصها بسيط عن طريق الاعراض اللي احنا قلناها وتحاليل معينه، تحليل هرمونات وسونار. السونار بيظهر اكياس صغيره على جدران المبيض كده من نص سم لسم، وطبعا ده علاجها عن طريق التنشيط، او في الاخر لو ما نفعش التنشيط 6 شهور بنعمل اللي هو الحقن المجرى اي بي. لكن بالنسبه للاجهاض المتكرر دي بنحكم عليه لما يكون في اجهاض مرتين او اكثر. يعني اجهاض مرتين ورا بعض بنقول عليه اجهاض متكرر. كان في الاول بنقول الاجهاض المتكرر ده ثلاث جنين متوفي ورا بعض، بنقول دلوقتي ما بنستناش ثلاثه، بنقول اثنين او اكثر بنحكم عليه اجهاض متكرر. طبعا اسباب الاجهاض المتكرر كتير جدا. زي اذكر لنا بقى كام سبب، وكمان طمن لنا المراه، يعني لان بيبقى في ناس قوي بيحصل لهم ضربات كده نفسيه من الاجهاض المتكرر. ان شاء الله. بالنسبه لاسباب الاجهاض المتكرر، يعني اكثر سبب بيكون الاسباب الجينيه. الاسباب الجينيه دي تقريبا اكثر من 50% من يعني من الاسباب، لان الاجنه نفسها اللي هي بتجهض دي يكون فيها خلل في الماده الوراثيه نفسها. تمام. السبب الثاني بيكون في اسباب مناعيه زي كده حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، بيحصل تكوين اجسام مضاده
تمام. بعد كده في مثلا مشاكل في حاجه اسمها قابليه للتجلط، قابليه التجلط دي اللي هي التروبوفيليا، بيحصل جلطات صغيره كده في النشيمه فبتمنع وصول الدم للجنين، طبعا الجنين يموت. طيب في بقى كمان مشاكل في الرحم نفسه، يكون في تشوهات في الرحم نفسه، عيوب خلقيه، حاجز رحمي او رحم ذكر نيل او اورام ليفيه، اورام ليفيه في الرحم، وخصوصا لو كان الرحم الورم اللي حجمه كبير ومتدني داخل تجويف الرحم. ده من ضمن الاسباب اللي بتعمل اجهاض متكرر. كمان الانابيب، الانابيب فالوب لو فيها ميه بترجع الجنين ممكن تموت الجنين. وفي سبب مهم جدا جدا للاجهاض المتكرر اللي هو عضله عنق الرحم بيحصل فيها ترهل او ارتفاع. عضله عنق الرحم وده غالبا بيكون الاجهاض فيها في الشهور المتصفه الحمل، الخامس والسادس والسابع. دي اهم الاسباب اللي بتعمل الاجهاض المتكرر عند السيد الحمل. طب هي المراه ازاي تتجنب الاخطاء دي؟ هي في حاجات لا يمكن تجنبها، يعني في حاجات زي مثلا الاسباب الجينيه. زي الاسباب الجينيه دي كل حاجه لها حل ان شاء الله. الاسباب الجينيه ان شاء الله دي بتعمل حقن مجهري، بنعمل معاها حاجه اسمها بري جيناتيك دايجنوزز، يعني فحص خلايا الاجنه مثلا، بنستبعد فيها الجنين اللي فيه الخلل الجيني ده. تمام. العيوب الخلقيه مثلا بتكون لو في حاجز رحمي بنستعصره وبنشيله، لو في مثلا ضغط هرمون الغده الدرقيه، تحليل بسيط في الدم بتكتشف فيه الهرمون مثلا عندها نقص في الغده الدرقيه، بتاخد تعويض هرمون الغده الدرقيه الحمل. عضله عنق الرحم لو فيها اتساع واكتشفنا اللي فعلا هو ده السبب، بنعمل له بنعمل مثلا حاجه اسمها رب عنق الرحم. تمام. ممكن الاسباب المناعيه تمشي على حاجات اللي بتعمل سيوله الدم. فان شاء الله كل حاجه بتكون ليها حلها. طب ايه اسباب يا دكتور ان الطفل مش بيوصل له نبض؟ هل الحقن اللي بياخدوها تحت الجلد دي مفيده ان يعني يحصل نبض للطفل ولا؟ طبعا. كلمنا عن الموضوع ده بالله عليك يا دكتور، يعني في ناس كتير قوي بعت لنا عايزه تستفيد عن الموضوع ده. بالنسبه لو اكتشفنا ان الاسباب المناعيه زي الانتوكسكوليتيك سندروم او الثرومبوفيليا هي السبب، لو اكتشفنا فعلا لو قدرنا نوصل السبب الرئيسي للغضب المتكرر هي الاسباب المناعيه، فطبعا لا غنى عن الحقن تحت الجلد زي الكليبسين والكلام ده، لانها هي اللي بتوصل فعلا الدم للجنين. ده زي ما انا بقول كده اللي بيحصل اجسام مضاده ضد الجنين. وبالنسبه للثرومبوفيليا قابليه التجلط بيحصل جلطات في المشينه فبتمنع وصول الدم، فلازم تاخد حقن تحت الجلد، لكن مش في كل حالات الاضغاط المتكرر هناخد الحقن تحت الجلد. يعني لا الاسباب اللي هي دي حلها، لكن ممكن يكون السبب في حته ثانيه خالص، فاهم حاجه التشخيص السليم في الموضوع. امتى تبدا تاخد الحقن دي يا دكتور؟ الحقن دي طبعا من اول يوم في الحمل، وحسب حسب حالات الصعق ابتدى قبل كده. ممكن في حالات معينه بتبدا من اول يوم في الحمل نستمر لغايه 3 شهور، وفي حالات بنستمر معاها لغايه 6 شهور حسب تشخيص الدكتور وحسب الحاله نفسها. الحقنه دي بتتاخد كل قد ايه بقى؟ المفروض كل 12 ساعه ماكسيمم كل 24 ساعه حسب تركيزها وحسب وزن الام. تمام يا دكتور. طب ما هي اكبر مشكله تبدا عن الانجاب، يعني اول مشكله الست تواجهها عن تاخر الانجاب ايه هي؟ طبعا اكبر مشكله يعني عن تاخر الانجاب اللي هي بالنسبه للراجل بيكون طبعا يكون في عرض الحرارات المنويه زيرو. وطبعا حلها بس يكون الحقن المجهري في حاله وجود حرارات منويه داخل الخطه نفسها. لكن بالنسبه للست المشكله الكومن خالص اللي هي اكبر يعني الشائعه عندها متردد تكيس المبايض. تمام. طبعا دي اكبر اسباب، لانها زي ما قلت لك 25% من الستات يعني واحده من كل 4 ست عندها متردد تكيس المبايض. تمام. تكيس المبايض. طيب علاجها ازاي متكيس المبايض عشان بس الناس ما تقلقش. اوضح العلاج يا دكتور. هي بص يعني تكيس المبايض هي حسب الشكوى، يعني زي ما احنا قلنا ان الواحده بتشتكي من عدم انتظام الدوره دي سهله بنعالجها حسب انتظام ننظم لها الدوره. واحده الشعر الزيت جسمها دي سهله. لكن تمام. مشكله بقى عدم حدوث حمل نتيجه لمتلازمه تكيس المبايض دي حلها كذا خطوه وحاجات بسيطه ان شاء الله. اول حاجه بنلقط الوزن الزايد
رياضه، تاخد ادويه تنزل الوزن بتاعها. يعني التخن ده بيبقى سبب من اسباب عدم الانجاب. طبعا طبعا، واول حاجه اول حاجه ننزل الوزن. ننزل الوزن. حدودها قد ايه يا دكتور؟ يعني نسبه الوزن قد ايه؟ لا حسب البي ام اي بتاعها، البادي ماس اندكس بتاعها حسب طولها ووزنها، طبعا دي بتتابع مع دكاتره التغذيه وينظموا لها الوزن بتاعها حسب معدل جسمها. تمام. ثاني حاجه طبعا لازم تاخد تنشيط، تنشيط للتبويض. تنشيط طبعا لازم يعني. التنشيط ده يكون تحت اشراف طبي. تمام. يعني ايه؟ يعني استجابه كل مريضه غير الثانيه. ما ينفعش واحده وهي في البيت تاخد شريط منشط او تاخد منشط، لان التنشيط ده لازم يتبعه حاجه اسمها متابعه التبويض. يعني حضرتك بتنصح ان مفيش واحده تستخدم روشته الثانيه. طبعا. تمام. لان كل واحده استجابتها للمريض مختلفه. انا بعد ما ادي منشط لازم اشوفها باستمرار. بصفه منتظمه اسمها متابعه التبويض، علشان احكم استجابه السيده دي للتبويض فعاله قد ايه؟ محتاجه منشط ثاني ولا المنشط ده احنا زياده ولا مظبوط عليها؟ كل واحده غير الثانيه. تمام. طبعا خطوه التنشيط ومتابعه التبويض دي احنا بنعملها مثلا 6 شهور عشان نحكم عليها ان الخطوه دي نجحت او فشلت. بعد كده نتجه بقى للخطوه اللي بعدها، ممكن في وسيله المنظار نعمل كي الاكياس اللي هي الاكياس اللي على المبايض دي. تمام. والحل الامثل طبعا في حاله عدم نجاح الطرق دي كلها طبعا الحل الامثل حل المجاري. طب امتى المراه تتجه انها تعمل عمليه الكحته؟ وما هي اصلا عمليه الكحته دي؟ عمليه الكحته. تمام. امتى المراه تعملها وليه اصلا وايه فوائدها وايه اضرارها؟ الكحت دي هي كحت بطانه الرحم او عينه من بطانه الرحم، دي في حاله يعني اسباب في حاله واحده بطاله الرحم عندها سميكه، مثلا واحده عندها نزيف شديد ما مش وقف مع العلاج الهرموني هنضطر نعمل عمليه كحت. طبعا في واحده مثلا بتكون عندها بواقي من حمل سابق قبل كده او ما عملتش قبل كده تنظيف او ما خدتش علاج، فنتيجه لكده وبطاله الرحم بقت سفينه او سميكه، فنضطر نعمل عمليه تنظيف او كحت لبطاله الرحم. تمام. او واحده عندها نزيف مستمر، او واحده فوق ال 40 سنه وعندها نزيف، دي لازم نعمل كحت معينه من بطاله الرحم علشان نعرف سبب النزيف ده ايه. بناخد عينه من بطاله الرحم ونحللها تحليل هيستوباثولوجي. يعني لازم من عمليه الكحت ليها اسبابها. طيب ولو في حالات معينه طبعا. طب ولو في اجهاض في الشهر الثاني او الثالث، كان في نبض طبعا في الجنين والجنين نازل كامل، يعني طفل متكون من كل اعضائه، هل لازم بعده عمليه كحته ولا كده هيبقى الرحم نظيف اصلا؟ لا، عمليه الكحت بعد الاجهاض مش كل حالات. احنا في الاول بنبدا بالعلاج الدوائي، بناخد دبشان اللي هو ميزوبريستول في حاله تاكدنا من الاجهاض او ما فيش نبض في الجنين. صوت حضرتك بعيد يا دكتور. دكتور الو. ايوه دكتور، ما حضرتك سامعينك. الو سامعين حضرتك؟ اه سامعك يا فندم، اتفضل. في حاله ان لما فيش نبض في الجنين سواء في الشهر الثاني سواء في الشهر الثالث او سواء بقى اتاكدنا ان مفيش نبض في الجنين، الاول نبدا بالعلاج الدوائي ميزوبريستول بطريقه معينه ونحاول. طيب الرحم يا دكتور سيد، يا دكتور سيد انا استمتعت واكيد الساده المشاهدين استمتعوا معانا، بشكر حضرتك على الافاده اللي حضرتك اتكلمت عنها بالنسبه لكل حاجه تخص المراه وبالذات مشاكل الاجهاض، بشكر حضرتك وكانت حلقه ممتعه. وكمان معايا تقرير بنشجع الشباب، معايا طبعا شاعر علي او موهبه، هو طبعا هنقدم لي حاجه صغيره كده اتمنى انها تعجبكم وتنول اعجابكم. والى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في نفس الميعاد والى اللقاء. حلما لا خيالي، انفردت في غرفه نومي اتذكر حلما لا خيالي، فكنت غارقا في الافكار فدمعت عيني على جبين الافكار،
فوجدت امرأة تسكن في وجداني، فوجدتها تسكن في كوكبا عبر الزمان. فابتسمت وضحكت وجاءتني في الكلام وقالت: ما أتى بك يا فارس الفرسان؟ قلت لها: إني مشتاق لرؤياك يا نبيع الحنان. فابتسمت وضحكت وجاءتني في الكلام وقالت: أنت خلاصة حبي يا فارس الفرسان. فانقبض قلبي مثل الصقر السير في المكان، فنظرت إلى وجهها الجميل مثل البدر المتلألئ المذكور في الأشعار. فوجدت عيونها الجميلتان مثل عيون الغزلان، ونظرتهما مثل سهم في ساحة القتال. فضربت سهما من عينها في قلبي حتى وقعت في حبها، ولكن كان حلما لا خيالي.